السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ أتمنى لكم الصحة والسلامة. Our lecture today, lecture 4, separation and purification of organic compound. Purity is a matter of degree other than contaminants such as dust, paper, fiber wax, cork and tax. قد تكون بعض المواد نقية نقاوتها مو عالية، تختلف نقاوة المواد من مادة إلى أخرى حسب طريقة التصنيع، حسب مكان تواجدها، مين يعني استخرجوها، وحسب ال purification. يعني هي هاي موضوعنا، إنه هو purification، شلون أفصل هاي المادة مالتي عن المواد الأخرى الموجودة، ونسبة الفصل هاي تكون عالية، نسبة التنقية هاي ال purity مالتها تكون عالية. لذلك أكو مواد تكون 90%، أكو 80%، أكو 70%. لذلك نقول ال purity is a matter of degree. والشوائب تختلف، احنا نعرف ان الشوائب فايبر واكس كورك بيبر، يعني ورق وفايبر وشمع وفلين، لكن هناك مواد قد تكون موجودة اثناء عملية المانيفاكتشر اوف السامبل او الكمباوند مالتنا. احنا قلنا من نصنع مركب كيميائي لازم يكون هناك احتمال يكون هناك سايد كومباوند يظهر لنا، او يعني مواد اخرى تكون مثلا ايزومر اثناء العزل، اثناء البرودكت، نيو برودكت موجود ايزومرز. كلها هاي متعلقه بالمواد اللي احنا نستخدمها في صناعه المركب مالتنا. لذلك عند تصنيع اي مركب يجب ان نقوم بعدها بعمليه بريشن اند بيوريفيكيشن لهذا الاورجانيك كومباوند. There are general methods used to separate it and purify it of organic compounds. هناك طرق مختلفة أني استخدمها حتى أنقي المركب مالتي. هذا تختلف حسب المركب مالتي والطريقة مالتي. يعني شنو؟ أكو طرق مثل ما يعني ممكن ما أستخدم بها حرارة. ليش؟ لأنه المركب مالتي يتفكك في الحرارة، فما أقدر أستخدم حرارة. لذلك ألجأ إلى طرق ما بها حرارة. احتمال آخر إنه أستخدم لازم أستخدم طريقة تكون الفصل مالتها عالي، ولازم يعني اريد اتحصل على ماده. مثلا انا اشتغل بالدرك، اصلا ادرك، فلازم يكون نقاوته عاليه. ما اقدر استخدم طريقه بسيطه للتنقيه بحيث ما متاكده انه الماده مالتي بيور 100%. لذلك استخدم احدى هذه الطرق او اثنين من عندهم او اكثر حتى اوصل الى نتيجه بحيث يكون البرودكت مالتي عالي النقاوه. من هذه الطرق هي solution and filtration. solution and filtration من اسمه مباشرة أبسط طريقة هي، والموضوعنا لهذا اليوم إنه أكون solution، وبعد هذا أكون solution من المادة مالتي. مادة مثلا هي مادة solid، أخذها أسويها solution. شلون أسويها solution؟ أذوبها. نحن نجي نتعرف على هذا الشيء. وبعد ما ذوبتها صار solution، أجي أسوي لها filtration، عملية الفلترة. بعمل الفلترة يحفصل البريسبيتيت عن الفلتريت، الراسب عن الراشح، وبالتالي أفصل مادتين عن بعض. وممكن بهاي الطريقة في حال إنه شوائب مالتنا، إذا أعرف إنه إذا قدرت أحصل على الشوائب ما ذابت مذوب، لذلك هحصل على راشح أو المادة مالتي موجودة بالسوليوشن نقية والشوائب موجودة على ورقة الترشيح، أو بالعكس المادة مالتي على ورقة الترشيح والشوائب تكون ذائبة. فإحدى هذه المواد لازم تكون ذائبة والأخرى تكون غير ذائبة حتى أفصلهن عن بعض. لذلك أسوي solution and filtration أسوي. أما الكريستاليزيشن أو ريكريستاليزيشن، عملية البلورة تتطلب من عندي، هي بلورة، هي مادة صلبة، لكن هاي المادة الصلبة بتكون غير نقية. شوفون البلورة لما تكون مو نقية، وأبسط شيء الثلج. من آني هذا الثلج، قطع الثلج، إذا استخدمت الماء الحنفية العادي تابوتا، راح يكون الثلج مالتي، اذا تريدون يعني تجربون هذه او من تبهيلها انتبهوا انه الثلج ما يكون نقي وبيور. البلورة مالته راح يكون يعني مو واضح ونقي وشفاف مثل الثلج في حال ان استخدمت ماء الار او اللي نستخدمه بالشرب. لذلك يعني هذا كمثال. هذا البلورة أنا أسويها ريكريستاليزيشن، أخذ هذا المي مالتي اللي هو التاب وتالي سويته ثلج، أذوبه، أسوي له تنقية بالحرارة، أسوي له تقطير، يعني
أعرضه للحرارة، أذوب العفو، أرسب المادة الموجودة بالشوائب بحيث أعمل بطريقة معينة، أرجع مرة ثانية أتركه بعد الحرارة يبرد، يرجع شنو؟ بلورة. أنا يعني مدى أتكلم عن الثلج يعني، بس دا أوضح إنه ليش الثلج، يعني شنو يعني بلورة نقية وبلورة غير نقية. كانت بلورة نقيتها رجعتها بلورة، لكن هاي البلورة اللي أنا يعني رجعت لها يا حالها حتكون نقاوتها عالية. عملت الإكستراكشن، هي التقطيع الاستخلاص أو استخدام السبريشن فانل، سبليميشن، تسامي، وديستليشن التقطير، وأكو طرق حديثة احنا نستخدمها في عملية التنقية تجي وقتها إن شاء الله. Solubility، من أجل فهم عملية Purification and Separation لازم أفهم Solubility. The definition of solubility is the maximum quantity of solute that can dissolve in a certain quantity of solvent or quantity of solution at a specified temperature or pressure in the case of gaseous solute. Or solubility is an ability of a substance to dissolve. هاي ثلاث تعريف definition for solubility. أي أحد أي واحد من أدهم ممكن يكون إجابتكم عادي صحيحة. طبعا السوليوبيليتي ليش أنا لازم أعرفها؟ لأن أنا المواد حتى أسوي لها separation أو أسوي لها purification لازم أسوي لها إذابة، لأن هي عدة مواد قد تكون بها شوائب impurities والمادة مالتي، فحتى أتخلص من الشوائب أو أفصل المواد اللي أريدها يجب أن أقوم بعملية الإذابة. ومن أجل القيام بعملية الإذابة يجب فهم الذوبانية solubility. هي شون يعني solubility؟ solubility عندي solute لازم أعرف، وعندي solvent. هسه أريد أعرف شنو يعني solute وشنو يعني solvent. The substance which is being dissolved is called a solute. المادة التي تذوب هي solute. المادة اللي تذوب أسميها solute. And the substance in which the solute is dissolved is called a solvent. المادة اللي تذوب السوليوت تسمى solvent. إذا عندنا solvent و solute. A mixture of solute and solvent is called solution. إذا solution هو عبارة عن mix بين من بين من بين solute و solvent، المذاب والمذيب. شو حيصير؟ شنو بده يصير في عملية الإذابة؟ When a solid or liquid dissolves, the structural units, ions or molecules became separated from each other. لما نضع السوليوت بالسولفنت حتى نقوم بعملية الإذابة سواء كان solid or liquid، شو حيصير؟ structural units أو الأيونات تتباعد، تنفصل، separated from each other. And the solvent molecules occupy the space between them. يشغل المذيب، شو حيسوي؟ يشغل المسافات اللي بيناتهن انفصلا، وبعدين المذيب يدخل خلهن، وبالتالي تتم عملية الإذابة. The solubility of a given solute in particular solvent depends on a number of factors. هناك عوامل تعتمد عليها solubility من هذه، أو ممكن أن تحددها ذوبانية المواد. مثل إيش؟ المقولة اللي تقول the generalization اللي شو تقول؟ which can be used for determining solubility is like dissolve like. المتشابهات تذيب المتشابهات. شنو هذه تعني؟ يعني المواد اللي عندها polarity، الذوب المواد اللي عندها polarity، يعني اذا كان solute polarity مالته عالية او عنده polarity اكيد يذوب في المذيبات القطبية. اما اذا كان واحد عندهم غير قطبي ما اقدر اذوبه بالقطبي لانه ما يذوب أو يكون ذوبان قليل، لذلك ذوب بالمذيبات اللا قطبية. Like dissolve like. Dielectric constant DC is this ability of the solvent to separate ionic charges. هو من الناحية الفيزيائية هي قدرة المادة على تركيز خطوط المجال الكهرستاتيكي، لكن احنا اللي نريده من عنده هذا التعريف هو ability of the solvent to separate ionic charge، يفصل من السوليوت داخله. شو حيسوي السولفنت؟
separate the ionic charge، يفصل الشحنات الموجودة بالأيون الأيونية، وبالتالي مثلا NaCl أخليه بالسولفنت إذا كان هو ماء water، السولفنت هو water والNaCl هو السوليوت، مباشرة من أضع NaCl داخل الماء يذوب. ليش؟ لأنه يفصل Na عن Cl بشكل أيوني، وبالتالي وين يكون الماء محاط بيهن يفصلهن عن بعض، تضعف الأواصر الأيونية يفصلها ويذوب NaCl. لذلك يعتبر الماء من أحسن المذيبات لأنه DC له يكون 80. أما الهكسان 1.9، الداي إيثيل إيثر 4.4. هناك أيضا عوامل تقلل أو ترفع من السوليوبيليتي للمواد، مثلا الانترا موليكولر الاتش بوندينج، يعني الاتش بوندينج من تكون انترا موليكولر، هناك اختلاف بين انترا أو انتر. الانترا هي الاتش بوندينج من تكون داخل المركب itself decrease the solubility، إذا كان المركب بي انترا موليكولر اتش بوندينج يعني مقوي نفسه، رابط إضافة الأواصر مالته مرتبط واحد الذرات مالته بأواصر إضافية أضعف اللي هي أواصر هيدروجينية، أكيد هذا المركب مو بسهولة يذوب، لذلك يقلل من ذوبانية المادة اللي هي هاي اللي تملك اتش بوندينج انترا. أما الانتر موليكولر لما يكون هناك تآثر هيدروجيني اتش بوندينج بين من بين هو المركب وبين المذيب، لما يكون هذا اكو تآثر هذا بسهولة يذوب المركب، لذلك يعتبر الانتر موليكولر اتش بوندينج increase the solubility، بينما الانترا موليكولر اتش بوندينج decrease، وقلنا السبب لان هذا داخل المركب يقوي وبالتالي ما يفصل الجزيئات عن بعضها، بينما هذا لا بالعكس هو يكون مع المذيب اتش بوندينج وبسهولة ممكن يذوب. العامل الأخير اللي يأثر على solubility هو المولكيولار ستركتشر. شون يأثر؟ الجزيئة من تكون تحتوي على برانش تكون متفرعة يسبب لي البرانشينج هذا increase in water solubility، زيادة بالذوبانية، بالتالي لما عندي عدة مركبات يعرف من يذوب أول، إذا كان لينير وبيتفرع أو بأكثر من تفرع يعرف أنه البي أكثر الجزيئة اللي تحتوي على تفرع أكبر هي اللي حذوب، لأن وجود التفرع يسبب إلى ذوبانها. ليش؟ لأنه ماكو قوة ضعيفة هاي تضعفها، وجود التفرعات تضعفها. ليش؟ بسبب قلة المسافة البينية، لما أكو تفرع المسافة البينية قليلة وبالتالي قوة فاندرفالز ماكو وتكون ضعيفة، كل ما كانت المسافة البينية كبيرة كان هناك قوة عالية من فاندرفالز اللي تسبب في تماسك الجزيئة، من يكون هناك برانشينج يقل التماسك وبالتالي يذوب أسرع من مثيلاتها اللي تكون لينير أو تفرع أقل. The solubility of organic compounds can be divided into two major types، يقسم الذوبانية للأورغانيك كومباوند إلى نوعين، قد تكون الذوبانية chemical reactions تفاعل كيميائي، وهذا يسبب إلى يدخل بالقوة بين الجزيئات ويفصلها ويغير تركيبها، بينما أكو لا solubility in which only simple miscibility is involved for example ethyl ether in carbon tetrachloride، أو قد يكون الشبه السكر العادي سكر المائدة العادي نستخدمه مع الماء، السكر هو نفسه فقط يذوب يمتل مع الماء يكون محلول. solution and filtration هاي أبسط طريقة استخدمها حتى سوي تنقية purification and separation of organic compound. الفلتريشن يضمن هاي العملية أنه أخذ المادة مالتي أسوي solution كلها، لكن يجب أنه من أختار مذيب معين، هذا المذيب يذوب لي إحدى المواد ويترك الأخرى، يعني يذوب لي المادة مالتي مثلا ويترك الشوائب، أو بالعكس يذوب الشوائب ويترك المادة، يعني شنو فائدتها؟ أنا أريد أفصل مادة راشح فلتريت عن بريسبيتيت، لذلك أستخدم فلتر بيبر، أستخدم فلتر بيبر حتى أنزل المادة اللي ذابت وتبقى المادة الصوليد موجودة على الفلتر بيبر. هناك نوعين من الفلتريشن تكنيكس are generally used in chemical separations
in general chemistry lab هي simple or gravity البسيط, الفلتريشن البسيط, and vacuum filtration اللي نستخدمهن داخل المختبرات هنا ذني النوعين. Simple or gravity filtration, this is the most common thought of filtration. هو الشائع اللي يستخدم, ما يستخدم بأدوات كثيرة, فقط الفانول, البيكر أو الكونيكال, والستيرر, والفلتر بيبر اللي هي أهم جزء. بهاي العملية شنو أسوي؟ نزيل بها المادة الغير ذائبة unsoluble solid. يعني أنا لازم قبل ما أبدي أسوي solution أختار مذيب معين بحيث يذوب لي مادة ويترك المادة الأخرى حتى أقدر أفصلها عن طريق باستخدام الفلتر بيبر. من استخدم تاني الفلتر بيبر, قد يكون المادة مالدي موجودة على الفلتر بيبر, وقد أكون لا الامبيوريتيز موجودة والمادة جوا بالبيكر. لذلك أجمع المادة سواء كانت بالفلتر بيبر أو إذا كانت بالبيكر ذائبة أجمعها, وهي هاي المركب هحصله اللي أني سويت له purification or separation. vacuum filtration هذا النوع الثاني من الفلتريشن, يستخدم هذا النوع لسهولة أو لسرعة الفلتر بي. يعني المادة إذا كانت كميات كبيرة الأفضل أنه نستخدم vacuum filtration حتى يسرع لي من عملية الترشيح, لأنه ذاك يعتمد على الجاذبية الأرضية, يعني يسحب المادة يسرعها هو الجاذبية الأرضية وهي ضعيفة. لكن هنا أنا يسمى يعني تحت الضغط المخلخل, وبالتالي تكون العملية أسرع. هاي يسمى طريقة بخنر, أو يستخدم به قمع بخنر حسب العالم الألماني اللي اكتشفه. هو بخنر هذا القمع, هاي مغطى طبعا, هو كله يحتوي على ثقوب ومسطح, لكن يغطى بوقت الترشيح حتى تبدأ عملية الفلترة. تجربتنا لهذا اليوم البروسيجر, المادة اللي تحتوي على الامبيورتيز اللي هي impure organic compound, المادة الغير نقية من الركب العضوي, يحذوبها تقريبا تامول of distilled water. احنا كنا نستخدم البنزويك أسيد بهذه التجربة, يكون مخلوط مع الشوكة, وبالتالي حذوب البنزويك أسيد بالdistilled water. سؤال, هل ممكن أن يذوب البنزويك أسيد بالdistilled water؟ من يذوب السكر أو البنزويك أسيد. بعد هاي الطريقة لعملية الإذابة, then perform filtration, the benzoic acid compounds remains as the precipitate on the filter paper, while the impurities goes with the filtrate as a solution. البنزويك أسيد اللي إحنا أخذناه اللي يحتوي على sugar كشوائب أكيد ما يذوب بالماء, لكن اللي يذوب منه السكر, رح يذوب الماء ورح ينزل عن طريق يعبر من ثقوب الفلتر بيبر ويكون كراشح داخل الكونيكال. اذا المادة مالتي وين موجودة بهاي الحالة؟ موجودة على الفلتر بيبر. حسب المادة احتمال تذوب والشوائب تبقى, وهنا في حالتنا لا, ما ذابت والشوائب هي ذابت, وبالتالي لازم انتبه في عمليات مختلفة وبمذيبات مختلفة. احتمال المادة مالتي تذوب وتكون مو بالفلتر بيبر, تكون جوا بالكونيكال أجمعها, واحتمال لا نفس هذه الطريقة ما ذابت المادة مالتي لكن اللي ذاب هو الشوائب. لذلك أبسط طريقة حتى أفصل مثلا كمثال بنزويك أسيد مع السكر, أسوي solution and filtration لأن بسهولة يحذوب السكر, وأفصل عن بنزويك أسيد بالفلتر بيبر. بعد هذا شلون أقدر أعرف انه البنزويك اسيد موجود على الفلتر بيبر؟ اسوي تيست بسيط, يعني اتاكد انه هل فعلا الفلتر بيبر موجود عليه بنزويك اسيد او شوائب اخرى والبنزويك اسيد ذاب. فحتى اتاكد هل فعلا هو بنزويك اسيد, اجيب صوديوم بيكربونات السوليوشن مالتها واخلي قطرات عليها, راح اشوف تكون فقاعات مباشره, راح اعرف انه الماده مالتي هي البنزويك أسيد أو مادة عضوية. ليش؟ لأنه تحتوي على الكربون, وبالتالي ويا الصودا حيتكون CO2 المتصاعد.